السلام عليكم، أسعد الله مساءكم متابعينا الكرام. يسعدنا اليوم حضوركم معنا في حلقة جديدة من حلقات نافذة المؤشر. موضوع حلقتنا اليوم عن التفاعل الإنساني الحاسوبي وأحدث الابتكارات في هذا المجال. في عصرنا الحالي نلاحظ التسارع الكبير في الابتكارات العلمية، مما يسرع من سهولة الحياة ويبدل من ملامحها، فما كان من تخيلات طموحة في الماضي أصبح واقعنا في هذا اليوم. في عام 2008 أنجز الباحثون في معامل مايكروسوفت البحثية في كامبريدج تقريراً من 100 صفحة بعنوان Being Human Computer Interaction in the Year 2020، أي الإنسان الكائن البشري والتفاعل الإنساني الحاسوبي في سنة 2020. يتنبأ هذا التقرير بتطور الحواسيب لتصبح قادرة على التعلم والإجابة عن أسئلتنا والتنبؤ بما نريده من دون أن نعطيها أوامراً لذلك. كيف يتم التفاعل بين الإنسان والحاسوب؟ وما هو مستقبل هذا التفاعل؟ للإجابة عن أسئلتنا اليوم معنا الدكتور أسامة مطاطلة من بريطانيا، جزائري الجنسية، أستاذ مشارك في قسم علوم الحاسوب بجامعة بريستول في بريطانيا، كما يقود مخبر أبحاث في مجال التفاعل الإنساني الحاسوبي لتطوير جيل جديد من التكنولوجيا التفاعلية قادرة على جعل المجتمع البشري مجتمعاً جامعاً وأكثر شمولاً، وخصوصاً لأصحاب لذوي الإعاقات أو ذوي الحاجات الخاصة. كما نشر الدكتور مطاطلة 45 بحثاً في مجال التفاعل الإنساني، كما هو أنه ناشط في المجتمع الأكاديمي الدولي كمحرر ورئيس مشارك لمجموعة من المجلات والمؤتمرات العلمية، ولا سيما المجلة العلمية للتفاعل بين الطفل والحاسوب، عضو مؤسس ومنسق للشبكة الجزائرية للأكاديميين والعلماء والباحثين، ورئيس تحرير مجلتها الرقمية مجلة إنسباير. أهلا وسهلا بكم دكتور، سعداء بوجودكم معنا اليوم. أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله، شكرا على الاستضافة الكريمة، تشرف جدا بوجودي معكم، بارك الله فيكم. نحن لنا الشرف أكثر دكتور في استضافتكم. بداية دكتور، هل يمكن أن تشرح لنا وللسادة المشاهدين ما هو التفاعل الإنساني الحاسوبي وما هي أهميته؟ التفاعل الإنساني الحاسوبي هو يمكن أن نعرفه من جانبين، أولاً كمجال أكاديمي وكذلك كمجال مهني من الجانب الممارسة، يعني في المجال في الميدان الصناعي. في كلتا الحالتين هو يعنى بدراسة، نحب نقول أن نقطة التقاطع بين الإنسان والتكنولوجيا، فكيف يتفاعل الإنسان مع التكنولوجيا، كيف تؤثر التكنولوجيا في سلوك الإنسان، في مساعدته للقيام بمهامه، وكيف نصمم التكنولوجيا بحيث تساعد الإنسان على القيام بمهامه. فهو إذن يعني مجال يركز كثيرا على الإنسان ويركز كثيرا على التكنولوجيا وفي في 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 تعاملهما مع بعضهما البعض. من حيث النشأة يعني هو مجال جديد، على الأقل لما تقارنوا بمجالات أخرى عريقة كمثل الفيزياء أو الكيمياء الموجودة منذ القدم. يعني التفاعل الإنساني الحاسوبي انبثق من علوم الحاسوب. أول الأبحاث ممكن تبحث حتى بلك في الخمسينات من القرن الماضي، ولكن هو انطلق فعليا في الثمانينات، خصوصا مع ظهور الحاسوب الشخصي. في بداية الثمانينات انطلقت أول مؤتمرات وانطلقت أول مخابر البحثية، كان في مخابر قبل في الستينات كذلك مهمة جدا. ويمكن نقول أن المجال تطور عبر ثلاث مراحل. كان في مرحلة أولى أو موجة أولى
كانت تركز كثيرا على التفاعل هذا الإنسان والحاسوب، خصوصا في الميدان المهني، في ميدان البرمجة وما إلى ذلك. ثم في هذا كان في الثمانينات، ثم في التسعينات انطلق نحو، يعني ظهرت شبكات التواصل والإنترنت وما إلى ذلك، فانطلق في موجته الثانية ليركز على التواصل، على كيفية مساعدة الأشخاص حتى يعملوا مع بعضهم ويتعاملوا مع بعضهم، ما زال في الميدان المهني. ثم هناك موجة ثالثة عندما نقدر نقول تحرر الحاسوب من المكتب، ما عادش هذيك الشكل النمطي للشاشة واللوحة المفاتيح والفأرة، وأصبح حاسوب في كل شيء، في هناك في الهاتف ذكي، ساعة ذكية، في السيارة، في الثلاجة، في المستشفى، في الطائرة، ما إلى ذلك. فالموجة الثالثة انطلقت بتغلغل تكنولوجيا الحاسبة في جميع مجالات الإنسان. فبالتالي من ناحية الأهمية، كما ذكرت أنت في الشق الثاني من سؤالك، أهمية المجال في اعتباري أنا هو بنفس أهمية تغلغل التكنولوجيا في مجالات الإنسان، في المجالات الإنسانية والنشاط الإنسانية، النشاطات الإنسانية كاملة. فما دام هناك اعتماد على التكنولوجيا حتى يقوم الإنسان بمهمة معينة، سواء ليتعلم أو ليقوم بعملية جراحية أو ليقود السيارة أو لأي شيء، ما دام كاين هذا الاعتماد على التكنولوجيا حتى تكون المهمة ناجحة، فهنا تكمن أهمية مجال التفاعل الإنساني الحاسوبي، لأنه يوفر لنا الأدوات، المناهج، المفاهيم اللي تساعدنا على دراسة كيفية إنجاح هذه العملية التفاعلية. فهذه تقريبا لمحة عامة على المجال. نعم دكتور، ما هي أهم تطبيقات التفاعل الإنساني الحاسوبي؟ وما هي قابلية الاستخدام لهذه التطبيقات؟ التطبيقات المجال في الحقيقة لا تحصى. كما ذكرت لك، يعني أي نشاط إنساني يعتمد. نعم أقول ذكرت بعضها لنا، نعم يعني ما دام في اعتماد على التكنولوجيا، الإنسان يعتمد على التكنولوجيا لقيام بمهمة معينة، فهذا يعتبر من أحد تطبيقات مجال التفاعل الإنساني الحاسوبي. إذا اعتمدت على الحاسوب كي تقوم بكتابة مقال مثلا، فهذا مجال تطبيقنا. إذا كنت جراح تعتمد على تفاعلك مع أدوات روبوتية أو شيء من هذا القبيل، فهذا مجال كل تطبيقنا. الأدوات يعني تقصد التكنولوجية دكتور التي نستخدمها في حياتنا. أي نعم، ما دام في اعتماد على تكنولوجيا في شكل معين، فهذا يعتبر من تطبيقات الأخرى. ولكن لو نتدرج في المراحل اللي ذكرتها لك مقبلة، المراحل التاريخية لتكنولوجيا الحاسبة على الأقل، فنجد في بداياته، يعني في الثمانينات، التطبيقات كانت تطبيقات مختصة جدا. يعني الحاسوب الشخصي كان يستعمله المبرمجين لمعالجة البيانات، للقيام ببرمجة الحاسوب ما إلى ذلك. فالتفاعل الإنساني الحاسوبي يركز كثيرا على مساعدة هذا التطبيقات هذه. ولما انطلقنا حيث يعني الحاسوب أصبح يستعمل في أماكن مهنية عديدة، ليس فقط الأماكن لبرمجة ومعالجة البيانات، فنجده في المصانع، في شركات وما إلى ذلك. فتطبيقاته كانت تطبيقات مهنية أكثر منها يعني اختصاصية في البرمجة وفي الحوسبة. فهذا كان الموجة الثانية، يعني لما دخل الحاسوب انتقل من الاختصاص إلى الشركة. أي نعم. ثم لما الحاسوب أصبح دخل البيت ودخل المدرسة ودخل يعني جميع المجالات، فالتطبيقات كذلك اتسعت كثيرا. وكما قلت لك، يمكن تذكر لأي مجال نذكر لك أبحاث فيه يعني. وهذا كان يعني نلاحظ أنه في أثر لتطور التكنولوجيا. يعني الحاسوب أصبح كان في تصغير للتكنولوجيا، هناك تطورات من ناحية الاستشعار مثلا وما إلى ذلك، هذا يسمح بوجود التكنولوجيا الذكية في أماكن كثيرة، يعني لاستخداماتها كثيرة، وبالتالي تطبيقاتها تكون تباعا كذلك. نعم دكتور، إذا انتقلنا إلى مدخل المستخدم entry level، ما هو تعريفه وما هي مراحل تطور تفاعل المستخدم مع التصميم؟ اي انت ذكرت لي قابليه الاستخدام وانا ما نسيت نذكرها. يعني قابليه الاستخدام، ويعني مراحل تطور كيف يتعامل المستخدم مع الانظمه هذه، هي احد المفاهيم الاساسيه في الميدان. كما ذكرت لك، المجال
يعطينا أدوات، يعطينا مناهج، يعطينا مفاهيم حتى نفهم نقطة التلاقي وندرس نقطة التلاقي بين التكنولوجيا والإنسان. القابلية للاستخدام هي أحد هذه المفاهيم، ظهرت من أوائل المفاهيم اللي ظهرت عندنا. usability ظهرت عندنا في بداية الثمانينات، وبالتالي لو ننظر إلى الموجة الأولى، نحن قلنا الثمانينات هي الموجة الأولى في تركيز على نمذجة الإنسان، على فهم الإنسان، على الجانب الإدراكي، الجانب النفسي، جانب الإرغونوميا وما إلى ذلك. فكان هذا القابلية للاستخدام أصبحت معيار وطريقة لقياس مدى إمكانية القيام بمهمة معينة بنظام معين. وهذا مفهوم جابه لنا الحقيقة، طور من طرف عالمين في نفس الوقت بطريقة منفصلة، بن شنايدر، كلاهما في الولايات المتحدة، بن شنايدرمان وجايكوب نيلسون، طورا يعني أطر لتطبيق هذا المقياس على 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 تصميم الأنظمة. وهو ينظر إلى أشياء مثلا يعني لو المستخدم أول مرة يستعمل النظام تاعك، إلى أي مدى يمكن أن يتعلم كيف يقوم بقيام مهمة معينة بدون يعني بطريقة سهلة. في أيضا المفهوم ينظر إلى الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها، وما هي الميزات التصميمية التي تساهم في تفادي الأخطاء أو الوقوع في الأخطاء. ينظر إلى الكفاءة التي تقوم بها العملية التفاعلية. فهذا في الحقيقة هو مقياس، في حتى معيار دولي ISO يعني لاستخدام usability هذه. من ناحية الانتري ليفل، ذكرت لي الانتري ليفل، يعني هذا مش إشكال في التصميم التفاعلي عادة، لأن ذكرت لك مثلا أنه في الموجة الأولى كانوا أصحاب الاختصاص هم من يستعمل الحاسوب، فتجد مختار كبير في البرمجة وما إلى ذلك. وهناك ميزات يعني تحدد نفسية وطابع وسلوك الإنسان الخبير، فهو مثلا يصبر كثيرا على الشيء اللي يستخدم فيه حتى ولو كان صعب، ولكنه على باله يعني لازم فيه صعوبة حتى يقوم بالقيام بالمهمة المعينة. في ميزات هكذا للشخص الخبير. ولكن لما انتقل للحاسوب اولا على يعني فئة محددة يعني من المجتمع، مثلا تخصصية في عملها يسهل عليها، الى ان اصبح في الموجة الثانية في متناول الجميع تقصد. أي نعم، لما أصبح في متناول الجميع فنسبة التوليرنس كما يقولوا تاع الإنسان تقل شوية. فالأنتري ليفل هذه هي كيف تصمم النظام التفاعلي أو الواجهة التفاعلية حتى تسمح للشخص بالقيام بمهمة معينة بدون صعوبات. يعني أكيد أنت شخصيا ولا أي واحد يتفرج فينا يمكن يتذكر تجربة معينة وين كانت يعني حاول يقوم بشيء معين، ممكن كان يستخدم كان يستخدم فيسبوك، ولا كان يستخدم أداة لكتابة مقال أو تقرير أو ما إلى ذلك، يريد أن يقوم بشيء، يغير شيء أو يضع صورة أو شيء من هذا القبيل، ولكن ما قدرش. فهنا يعني كيف صمم ذلك تلك الميزة المحددة للقيام بتلك المهمة تصبح ذات أهمية. وكأنه احنا في تصميمنا نحاول أن نأخذ بيد المبتدئ حتى يتمكن من القيام بمهمة، وفي نفس الوقت لا نكبح يعني تطور الخبرات والخبير في القيام بالمهمة تاعه. فهناك كان توازن صعب شوية حتى يتحقق في تصميم معين. فلهذا لازم نأخذ بعين الاعتبار من يستعمل نظام معين، ما هي خبرته، وكيف نأخذ بيده كما قلت لك في القيام بمهمة معينة. دكتور، بيوند ذا ديسكتوب أو ما وراء سطح المكتب من برامج وأنظمة، ما هي مراحل تطورها وما هي التحديات أمام العاملين في مجال تطوير البرامج والأنظمة؟ ومجال التفاعل الإنساني الحاسوبي ككل. Beyond the desktop. الديسكتوب هذه استعارة الديسكتوب أو المكتب، هي في الحقيقة استعارة مهمة جدا عندنا في المجال.
نعم علاش؟ لأنها تمثل أحد النماذج التفاعلية الأكثر نجاحاً والأكثر رواجاً. دعنا نبدأ من نرجع للموجة الأولى يعني، أو حتى قبل يعني. الحواسيب لما ابتكرت يعني في بدايتها كانت بحجم الغرف، كان حاسوب بحجم غرفة كبيرة. طريقة التفاعل معها في آنذاك كانت عن طريق ما يسمى بانش كورتس، يعني أوراق بورق مقوى فيها ثقوب تمثل بيانات وما إلى ذلك، وتدخل أوراق هنا وهناك لبرمجة ومعالجة البيانات. فتلاحظ أنها عملية حركية وعلى عملية جسدية للتفاعل مع الحاسوب. لما ظهر الحاسوب الشخصي انتقلنا إلى نموذج ولغة أخرى من التفاعل، انتقلنا إلى الكتابة. فأصبح عندنا ما يعرف بـ command line interfaces، فهي واجهات تفاعل أين تضع شفرات كتابية حتى تقوم بمهمة معينة في الحاسوب، سواء فتح ملف أو نقل ملف من هنا إلى هناك ولا أي حاجة. هي ما زالت موجودة للآن، ولكن الناس اللي عندهم خبرة في الاختصاص والجيكس وما إلى ذلك يستعملوا هذه الواجهات تاع الكتابة. أحد التطورات المهمة اللي صارت هي الانتقال من الواجهات الكتابية هذه إلى الواجهات المرئية. فظهر مفهومين، ظهر مفهوم ما يعرف ب أو نموذج تفاعل يعرف بالويمب، وهي الويمب هي النوافذ والقوائم والأيقونات والمؤشر. فهذا عندك منيوز وعندك أيقونات وعندك فأرة تحركها وتحرك أشياء هكذا من هنا ومن هناك. وهذا نموذج تفاعلي مهم جدا، وتابع له كاين مفهوم آخر يعرف بـ direct manipulation أو التحكم المباشر. فما فيش وسيط بين المستخدم والأشياء الذي يريد أن يتحكم فيها عبر الشفرات، فهنا هناك تحكم مباشر فيحرك الأشياء هكذا بالفأرة وما إلى ذلك. فالنموذج التفاعلي انتقل مرة أخرى من النموذج الكتابي إلى النموذج المرئي والتحكم المباشر، لكنه مرئي يعني جرافيك. تلاحظ أنت في هذا النموذج أنه الاستعارة اللي استخدمها هي استعارة المكتب، فنحن عندنا ملفات وعندنا حاوية قمامة مثلا نرمي فيها الأشياء، right؟ وهذا النموذج، هذا الجرافيكال يوزر انترفيس ولا الويب، في الحقيقة بقي معنا لو نفكر فيها منذ الثمانينات. فنحن اليوم لما تأخذ الهاتف تاعك وما إلى ذلك تشعله هناك أيقونات تحركها بأصبعك وما إلى ذلك. فهذا النموذج بقي معنا، وهذا دائما إشكال مع الأفكار الجيدة والناجحة جدا، يصعب تجاوزها، مع أنه الحاسوب نفسه كما قلت لك مقبلة تحرر من المكتب. وهذه هي الدلالة المهمة الأخرى للداسكتوب في علوم الحاسوب، في مجال التفاعل الإنساني الحاسوبي. الحاسوب كان يجلس فوق المكتب بنموذج تفاعلي مكتبي مرئي، ولكن الحاسوب انتقل وتحرر ودخل الجيب ودخل السيارة ودخل ما إلى يعني سياقات تفاعلية أخرى، أين النموذج التفاعلي المرئي هذا يفشل. لماذا؟ لأنك لما أنت تكون تسوق في السيارة ولا تسوق في الدراجة ولا حاجة كما ليس لديك شاشة، ليست لديك لوحة مفاتيح بذلك الحجم ولا بنفس الحجم، فطريقة التفاعل هناك عراقيل ومشاكل كثيرة تظهر بسبب يعني أنه تمسكنا بالنموذج التفاعلي المرئي رغم أن سياقات التفاعل تجاوزت المكتب وتجاوزت استعارة المكتب. فبالتالي beyond the desktop هذه الجملة هذه تعبر عن الحاجة إلى تجاوز النموذج التفاعلي الذي يستخدم استعارة المكتب هذه، وبالتالي نحاول أن نخلق نماذج تفاعلية جديدة تأخذ بعين الاعتبار السياقات التفاعلية المتعددة في الدراجة، في المستشفى، في المدرسة، في البيت، ما إلى ذلك، وتخلق نماذج تفاعلية تساير تلك السياقات، وبالتالي تجعل العملية التفاعلية أكثر نجاحاً، أكثر سهولة، أكثر وما إلى ذلك.
لا أدري إن كان هناك شيء ثاني من السؤال نسيته فذكرني به أو ممكن. بالنسبة للتحديات أمام العاملين في مجال تطوير البرامج والأنظمة، والتحديات أمام العاملين في مجال التفاعل الإنساني الحاسوبي ككل. في نفس السياق اللي ذكرته لك، يعني ممكن التحدي الأساسي بالنسبة لي هو فهم سياق التفاعل. فلما نصمم نظام تفاعلي معين، نحن يعني أصحاب اختصاص ممكن جينا واحد النزعة، نريد أن نصمم النظام التفاعلي بحسب رؤيتنا لما يصلح وكيف يمكن أن يكون وما إلى ذلك، وهذا خطأ فادح جدا. لأنه لما أنت مختص، يعني أصحاب المجال مختصين في تصميم هذه الأنظمة، ولكنهم ليسوا مختصين في كونهم أساتذة. المدربين الرئيسيين منها يعني. عاود مرة أخرى لما أسمعك، عذرا. تقصد دكتور ليسوا هم المستهدفين الرئيسيين منها يعني من أي نعم، التصميم. أي نعم. فالمستخدم، لا أحبذ هذا الصفة، الإنسان الذي سيستعمل النظام يعني ليس نحن. فبالتالي أحد الإشكالات الأساسية هي فهم ذلك الإنسان ووضعه في مركز العملية التصميمية، فهم السياق التفاعلي، أين يتفاعل، أين يستخدم ذلك الجهاز أو المنتوج أو النظام التفاعلي، وخلق يعني نموذج معرفي يوضح يعني كيف يعني. حاكي حاجات الفرد يعني. أي نعم. فهذا تحدي مهم جدا وصعب جدا أن يتجاوزه، لأنه التصميم لا يجب أن يكون اعتباطيا، ولا يجب أن يأتي من أنا الانتويشن تاعي، كيف أنا أرى حلا للمشكل. لأنه كما قلت لست المستهدف بالنظام، لا أفهم ما معنى أن أكون جراحا وأكون مدرسا أو كل شيء من هذا القبيل. فهذا تحدي. ممكن تحدي آخر، وهناك تحديات تقنية كذلك، يعني فمثلا كما قلنا، لو نسقط النموذج المرئي باعتبار أنه الحاسوب ليس دائما عنده شاشة مثلا وعنده لوحة مفاتيح، فكيف نستغل الميزات الإنسانية الأخرى، الحواس الأخرى، وكيف نصمم تقنيا يعني نعم هذا الميزات التفاعلية. فهناك تحدي تقني إذن لتطوير هذه البرامج التفاعلية، ولكن هناك تحدي آخر إنساني سياقي يجب دمج، يعني بين دمج الاثنين، حتى يكون تصميم ناجح. وفي الحقيقة المجال نفسه هو، لو يعني نضيف إلى تعريفه اللي قدمناه في البداية، من أهم الأشياء في مجال التفاعل الإنساني هي هذه مركزية الإنسان، هي وضع الإنسان في مركز العملية التصميمية وعملية تصميم التفاعل. نعم. وهذا تحدي كبير جدا. قبل أن نبدأ بالسؤال الذي يلي هذا السؤال، نحب أن نذكر أخوتنا المشاهدين، من أحب أن يحصل على شهادة مشاركة في هذه الحلقة، يوجد لديكم على الشات رابط لاستمارة يمكن أن تملأوها لتأخذوا شهادة حضور. أهلا وسهلا بكم جميعا. دكتور، الابتكارات والاختراعات أصبحت كثيرة على الساحة، فما هي آخر الابتكارات التي تطورت في هذا المجال في يومنا هذا؟ يعني ما هي آخر الاختراعات التي وصلتم إليها في مجال التفاعل الإنساني الحاسوبي؟ وهل يندرج تحت التفاعل الإنساني الحاسوبي ما يسمى بواجهة الدماغ الحاسوبي Brain Computer Interface؟ نعم. الجواب صعب مرة أخرى، لأنه كما قلت لك المجال واسع، فيصعب الحصر. يعني لما نقول ما هي آخر الاختراعات، يصعب الحصر. ولكن يمكن أن أشاركك كان يعني نظرتي المنحازة إلى ما أراه مهما في الآونة الأخيرة بالنسبة لاهتماماتي الخاصة يعني. فبالتالي وشرح نتكلم لك، لن تستغرق كل التطورات اللي يعرفها المجال يعني. ف ذكرت لك مثلا الجانب إدماج المزيد من الحواس الإنسانية في العملية التفاعلية، بعد يعني تجاوز النماذج المرئية. عن بالك الاستعارة، استعارة المكتب هذه وكأنها تختزل الإنسان
في حاسة البصر وفي إصبع يتحرك فوق شاشة الهاتف أو اللي يحرك الفأرة. والإنسان يعني ثري أكثر بكثير في إنسانيته من أن يكون مجرد يعني مقلتين وإصبع. فهناك تطورات مهمة جدا في هذا الجانب، في جانب محاولة إدماج المزيد من الحواس الإنسانية في العملية التفاعلية، فاللمس مثلا، الأصوات وما إلى ذلك، ولكن خصوصا ما يعرف بالحواس الحواس الكيميائية، يعني حاسة الشم وحاسة الذوق تختلف عن الحواس الإنسان الأخرى لأنها حواس كيميائية، وهي صعبة جدا من ناحية التقنية. كيف يعني لما نفكر في طريقة تفاعلنا مع التكنولوجيا، من منا الآن ولا من يشاهدنا يمكن أن يكلمنا على تجربة تفاعلية تضم الرائحة أو الذوق؟ ولما لا؟ يعني تجربة الإنسان وهو يتطور، ولا وهو يعني لو نأخذ الطفل مثلا لما يبدأ في اكتشاف العالم، فالطفل لما يبدأ في اكتشاف العالم لا يكتشف، اليوم يتعلم الرؤية وغدا يتعلم اللمس وبعد غد يتعلم السمع، هي تجربة متكاملة حسية متعددة الحواس غنية هكذا. ولكن لما ننتقل إلى التكنولوجيا فنحن نصطدم بجدار اختزال للإنسان. فهناك مجموعة من التطورات تحاول تجاوز هذا، وبالتحديد في قضية إدماج هذا الشم والتذوق في التجربة التفاعلية. هذا جانب. ممكن نذكر كذلك جانب مهم آخر في التطورات، هو ما يعرف بالفبركة، الفابريكيشن، البيرسونال فابريكيشن. هذا في تطورات مهمة جدا. الجوهر القضية والتطور هنا هو أن السؤال هو أنه كيف نمكن الإنسان، أي إنسان، أن يخلق تكنولوجيته بذاته بنفسه في منزله. الفبركة هذه والصناعة موجودة في أدوات في المصنع، في شركات تصنع الأدوات والمنتجات التكنولوجية ما إلى ذلك، ولكن كيف نمكن كل شخص من أنه يخلق تكنولوجيته بنفسه؟ فهناك تطورات مهمة في قضية الفبركة الشخصية، في خلق الأدوات التي تمكن الإنسان باستخدام الإلكترونيات الاستهلاكية والأدوات الصناعية في البيت أنه يخلق حاسوبه الشخصي أو أداته التفاعلية الشخصية. فهناك تطورات مهمة جدا في البيرسونال فابريكيشن هذه. يعني كما يندرج تحت مفهوم البيوت الذكية في يومنا هذا؟ ليس تحديدا البيوت الذكية، عادة يعني تشير إلى إدماج ما يعرف بمثلا شبكة الأشياء والإنترنت أوف ثينجز. يعني يصبح أنت عندك تلفازك وهاتفك وثلاجتك ومصباحك وكل هذه الأشياء تجمع بيانات وتستخدمها لفهم سياق المعيشة واستخدامها في 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 جعل المعيشة هذه اليومية أكثر راحة وما إلى ذلك، أكثر استدامة وما إلى ذلك. لكن هذه نحن نتكلم على أنت مثلا، أنا مثلا الآن أريد أن أصنع شيئا يمكنني من خلينا نقول جاني طفل جديد، مولود جديد في البيت، أريد أن أصنع له جورب بحيث ذلك الجورب يمكنه من استشعار كمية التنفس أثناء الليل حتى أعرف يعني الباترنز على التنفس. يمكن أن أصنع هذا الجورب باستخدام الأقمشة الكاباسيتيف تكستايل كما يقولوا، وأصنعها في البيت ونصنع بروتوتايب بسرعة هكذا في منزلي لاستخدامه في استخدام معين تحديدا. right؟ فيحدث هنا شخصنا للفبركة التكنولوجية. فممكن نتحدث مثلا على الطباعة ثلاثية الأبعاد عندها علاقة بهذا كذلك، والفبركة هذه في المنزل وفي مكان الشخصي، يعني ستحدث ثورة فعليا. هي بمثابة كما في وقت من الأوقات أصبحت الآلة الطابعة متوفرة للجميع، فانظر ماذا حدث عندما أصبحت الطابعة متوفرة للجميع. فنفس الفكرة تقريبا with الفبركة الشخصية هذه. ممكن أذكر لك يعني maybe مثالين واحد أخرين.
خلينا نقول الواجهات أو الواجهات المتغيرة الشكل أو الواجهات المرنة، هذا تطور مهم جدا في المجال كذلك. فلو ناخذ مثلا، نورا الهاتف تاعي، هاتفي هذا يعني أمر بديهي، ولكن يجب دائما نتساءل لماذا. هذا شكله مستطيل وصلب، لا يتحرك، right؟ كل ما أريد أن أقوم بشيء علي أن أتأقلم، ولا الشاشة تتأقلم للقيام بشيء معين. لماذا؟ لما لا يكون هذا الجهاز مرن بحيث يمكن أن أطبقه، يجب هكذا نغير له شكله يتوافق مع ما أريد القيام به، أضعه هكذا على يدي وما إلى ذلك. صورة، يعني الصورة واضحة تماما عندنا. هل يندرج تحت التفاعل الإنساني الحاسوبي ما يسمى واجهة الدماغ الحاسوبي؟ Brain Computer Interface هو في الحقيقة مجال قائم بذاته، ولكن يتقاطع طبعا مع مجال التفاعل الإنساني الحاسوبي. وأنا نحب نذكره في ما يعرف بتطور آخر كنت راح نذكره لك الآن، حتى أرجع إلى واجهة الدماغ والحاسوب، وهو ما يعرف بال Human Computer Integration، هذه الإدماج الإنسان والحاسوب، right؟ فالبرين كمبيوتر انتراكشن، البرين كمبيوتر انترفيس، ممكن أن نوضعه في هذا السياق، لأنه في تطور مهم جدا في المجال. شفت، احنا كنا تكلمنا على الموجات الثلاثة، قلنا الحاسوب كان غرفة فأصبح فوق المكتب، ثم صغر وصغر وانشر في كل مكان. وماذا لو أن هذا الحاسوب في انتشاره ينتشر إلى داخل جسد الإنسان كذلك؟ تمام. فهذا ما يعرف في مجالنا، هناك يعني سب فيلد، يعني بهيومن كمبيوتر انتجريشن، حيث يصبح جسم الإنسان نفسه داخل في العملية، داخل في عملية تفاعلية. فممكن أن نقول أنه برين كمبيوتر انترفيس إلى حد ما تدخل في هذا في إطار هذا التطور، ولكن من المهم كذلك الإشارة أنه برين كمبيوتر انترفيس مجال قائم بذاته، لأنه فيه مجالات أخرى تدخل فيه كذلك. دكتور، بعد أن أصبح لدينا صورة واضحة من شرحكم عن التفاعل الإنساني الحاسوبي ومجالات تطبيقه وآخر الابتكارات في هذا المجال، دعنا ننتقل إلى أهمية التفاعل الإنساني الحاسوبي في التعليم العالي وخصيصا في جامعاتنا العربية. ما هي أهميته في الجامعات وخاصة في نتاج البحث العلمي؟ وهل جامعاتنا تمتلك هذه القدرة أو الاستراتيجية لتكوين طلبة متخصصين في هذا المجال؟ سؤال مهم جدا. دعنا نتكلم بشكل عام أولا، ثم ممكن ننتقل إلى الحالات الخاصة للبلدان العربية. بشكل عام، يعني خلينا نقول، يعني أي شيء، يعني التجربة الإنسانية مصممة، كل شيء يقوم به الإنسان. يعني نحن عادة نعيش في عالم مصمم، يعني قليل منا من يعيش في العالم الطبيعي المباشر هكذا. فما دام في هذا التصميم، يعني هناك تصميم في كيفية كيف نعيش، كيف المنزل تاعنا مختوم، في كيفية تصميم لكيفية التنقل من مكان إلى آخر، في تصميم في كيفية الدخول إلى الجامعة والدراسة وما إلى ذلك. فكل هذه الأشياء، نعم أنا معك دكتور، كل هذه الأشياء مصممة، وكما قلنا التكنولوجيا أصبحت تتخلغل في كل هذه المجالات، وبالتالي من الضروري دراسة وقعت هذه التكنولوجيا، ما هو أثرها على سلوك الإنسان في كل هذه المجالات، ثم محاولة تخيل مستقبل أفضل في كل حالة من هذه الحالات. يعني كيف نصمم التكنولوجيا بحيث نغير من تجربة الإنسان في مجال معين نحو الأفضل، نفهم ما هي الإشكالات التي تقع في الدراسة في المستشفى ما إلى ذلك، ونحاول تغييرها نحو الأفضل. فبالتالي يصبح التفاعل الإنساني الحاسوبي مجال بحثي مهم جدا من هذه الناحية. هناك نقطة أخرى مهمة جدا، ممكن ما لا أتذكر إذا ذكرتها إلى حد الآن أو لا. فالمجال التفاعل الإنساني الحاسوبي بطبيعته هو متعدد المجالات،
فنأخذ مثلا المجالات المباشرة فيه، عندنا جانب تقني الكمبيوتر رايت، عندنا علوم الحاسوب، عندنا الهندسة التصميم إلى ذلك، ولكن هناك الجانب الإنساني، فعلينا أن نتعلم ولا ندرس الجانب النفسي، الجانب الاجتماعي، الأنثروبولوجي، حتى هناك أشياء أخرى مثل الفن، مثل التصميم ما إلى ذلك. فهو مجال بطبيعته متعدد التخصصات، حتى نحل مشكلة معينة علينا أن على الأقل نجلب علوم الحاسوب، علوم النفس، علوم الاجتماع في نقطة واحدة. ولكن باعتبار التغلغل اللي تكلمنا عليه لحد الآن، فالمجال عادة يقف في الحدود بين خلينا نقول علوم الحاسوب وكل المجالات الأخرى. أنا شخصيا عندي يعني مشاريع بحث مع مختصين في الكيمياء، مع مختصين في علوم النفس، في علوم التربية، وهذا شيء موجود بكثرة يعني. كافة المجالات. أي نعم. فبالنسبة لي مجال التفاعل الإنساني الحاسوبي يعتبر مثال جيد جدا لجلب تخصصات متعددة، حتى تفهم إشكالية معينة ثم إيجاد حل لتلك الإشكالية. ولو نرى في الجامعات، يعني عادة كيف تطورت الجامعات تاريخيا، هناك تقسيم كثير للتخصصات، وأكيد هناك فائدة في دراسة الفيزياء والمشاكل الفيزيائية، في دراسة الكيمياء والمشاكل الكيميائية وما إلى ذلك، ولكن لو نلاحظ المشاكل الرئيسية التي تواجه الإنسانية، حلها لا يكمن في اختصاص واحد، بل يكمن في اختصاصات عديدة. تضمين مجال التفاعل الإنساني الحاسوب بالنسبة لي هو مثال جيد لكيفية القيام بمثل هذا الشيء. وسنرى يعني كيف أن الجامعات بدأت وستتواصل في التوجه نحو هذا النموذج الأكثر إدماجا للاختصاصات بعد أن قسمتها، يعني تاريخيا تقسمت إلى أقسام وما إلى ذلك. المهم، فهذا يجعل دراسة التفاعل الإنساني الحاسوبي في الجامعة مهم جدا، بالإضافة إلى القيام بما يقوم به كمجال يعني. هذا بالنسبة، يعني ملاحظات بالنسبة للبحث العلمي عادة. بالنسبة للبلدان العربية، ممكن أن نضيف نقطتين. النقطة الأولى هي يعني لو لا, لا يعني لو لو ما ندرسش مجتمعاتنا وكيف يعني وقعت التكنولوجيا على مجتمعاتنا، وكيف أن خصوصيات مجتمعاتنا تؤثر في تصميم التكنولوجيا، فسنبقى مجرد مستخدمين وتابعين للغير. لأن التكنولوجيا التي نستعملها عادة صممت بعد دراسات قامت على ناس معينين ومجتمعات معينة وما إلى ذلك، فنحن وكأننا سنساهم في إفقار العالم يعني من إفقار الخصوصيات العربية تاعنا والإسلامية وما إلى ذلك في طبيعة التكنولوجيا التي تصمم. فبالتالي يصبح دراسة التفاعل الإنساني الحاسوبي في الجامعات العربية مهمة من هذه الناحية. فهذه النقطة عفوا دكتور، لو قطعناك في هذه الجزئية، ذكرت أنت خصوصية مجتمعاتنا، هل تقصد يعني هون الانغلاق الذي هو موجود في مجتمعاتنا، أم تقصد ما يعني كمية التطور الأكبر الموجودة في المجتمعات الأخرى؟ لا، ما لا لا أقصد ذلك. ما أقصد هو أنه تجربة المجتمعات وخصوصيات المجتمعات نراها نحن في إنتاجهم الحضاري، نراها في الطريقة التي تبنى بها البنايات، تبنى بها يعني كمثال لتقريب المعنى، لما تأخذ باخرة أو زورق صنع في الصين وآخر صنع في جنوب في طرف الإنكا وشيء من هذا القبيل، فهناك خصوصية نراها في الإنتاج، في الإنتاج المادي التي تنتجه مجتمعات معينة. صحيح، هذا الواقع يعني، هذا كمثال فقط يعني، هذا الأثر للخصوصية نفتقده في التكنولوجيا الجديدة والتكنولوجيا الحديثة، لأننا لا ندرس مجتمعاتنا
حتى نبتكر تكنولوجيا تضفي يعني خصوصيتنا عليها. هذه من جهة، ومن جهة أخرى في استخداماتنا للتكنولوجيا الحالية، نحن لا ندرس وقعات التكنولوجيا على مجتمعاتنا كذلك. يعني بصفة عامة أكيد هناك exceptions، يعني هناك أشخاص يقومون بذلك، لكن بصفة عامة نحو الجزائر مثلا، لا أجد دراسات تنظر في وقعة مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الاجتماعية أو شيء من هذا القبيل. فنحن لا ننتج تكنولوجيا نصنعها من خصوصياتنا من نموذجنا التقصد الخاص، يعني أقصد أنه يعني إحنا من جهة لا ننتج تكنولوجيا نضفي عليها ونطبعها بخصوصياتنا من جهة، تمام. وكذلك لا ندرس أثر التكنولوجيا التي نستوردها ونستعملها علينا كأفراد وكمجتمعات. فنحن لا نساهم من كلا الطرفين. يعني هذا دكتور برأيك أنت أنه هو ناجم عن قلة، يعني عن الضعف في جامعاتنا العربية، يعني بإنتاج متخصصين في هذا المجال، يعني أو أي نعم، مبدعين. هذه تساهم، وكنت هذه النقطة الثانية اللي كنت أريد أن أتطرق إليها. تمام. هو لما ننظر في الخراج البحثي، وأنا كنت نظرت مؤخرا في هذا، قمت بمسح صغير هكذا في الخراج البحثي للجامعات العربية في هذا المجال، فهي قليلة جدا. هناك دول هذا المجال أخذ تطور فيه، لو هو في تطور، خصوصا في البلدان الخليج، قطر والإمارات، هناك مراكز بحثية ومجموعات بحثية مهمة في السعودية، في مصر، في الأردن، بعض الشيء في عدنا في شمال أفريقيا، في تونس والمغرب، ولكن بصفة عامة لما تنظر للخراج البحثي قليل جدا في هذا المجال. ثم أخذت عينة ونظرت في الجزائر خصوصا، نظرت في 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 مقررات التدريس كيف نكون مهندسي علوم الحاسوب مثلا، وننظر في المقررات، فنجد يكاد يكون يعني المجال يكاد يكون منعدم تماما. لا يمكن أن أعمم على البقية، ليس لدي شك مثلا أنه في قطر أو في الإمارات أو في السعودية هناك مقررات تنظر في هذا المجال في 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 في, في الجامعات، لسبب بسيط هو أنه هناك خراج بحث علمي، والخراج البحث العلمي يسبقه تكوين في هذا المجال، ولكن يعني قليل جدا. فبالتالي احنا ليس لدينا هذا 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 المجال، يعني يجب أن يطور، ما زال ناقص يعني. قبل أن نكمل في أسئلتنا، نستأذنكم دكتور إذا كان أحد من الجمهور يحب أن يشاركنا سؤاله فليتفضل. أعتقد أن هناك أحداً قد طلب قبل الآن الإذن في السؤال، نعتذر إذا تأخرنا عنه. لا مشكلة دكتور، لنكمل في حوارنا. دكتور، ما هي التحديات والعقبات التي تواجه التكنولوجيا التفاعلية في التعليم العالي؟ بالذات مثل المثال اللي حضرتك ذكرته، انه مثلا عندنا في الوطن العربي لا يوجد اهتمام كبير ربما فيها، ما عدا بعض الدول اذا لم نعمم. فما هي التحديات التي خلقت هذه الامور برايك، وكيف يمكن للجامعات ان تتبنى هذه الاستراتيجيه؟ تقصد التحد يعني لما أفهم سؤالك، يعني تقريبا عاود التحدي، يعني العقبات التي تواجه التكنولوجيا. أنتم ذكرتم أنها يعني حصلنا نحن في وطننا العربي لا يوجد الكثير من هذه الأبحاث أو الاهتمام الكبير، فما هي التحديات أو العقبات برأيك إلى أن تصبح موجودة في جامعاتنا؟ يعني أنتم أعتقد لكم بصمتكم في هذا المجال بصمة كبيرة، ولكم أبحاثكم يعني، وتعملون على
تطوير في الجزائر ربما خاصة في الوطن العربي عامة، فهل تجدون عقبات أمامكم في نشر هذا الفكر في الجامعات العربية؟ ما هي هذه العقبات والتحديات؟ وكيف يمكن أن تتبنى هذه الجامعات الاستراتيجية؟ نعم، سؤال مهم جدا وصعب الإجابة عليه في الحقيقة، خصوصا لما أتكلم أنا من موقع يعني من بعيد شوية، فأنا لست بالجامعات العربية والجزائرية، لدي تفاعلات معهم فقط، لست داخل المنظومة نفسها، فأتكلم من خارج المنظومة، فأكيد رأيي سيكون يعني ناقص بسبب هذا السياق. لكن أظن أن التحدي الأساسي هو أن نفهم اليوم ماذا نقصد بمهندس الحاسوب مثلا. لو نريد أن نكون أشخاص أفراد في المجتمع عندهم هذه المهنة، عندهم هذه التقنيات، يكتسبون هذه التقنيات، ما هي مجموعة هذه التقنيات حتى تجعل من هذا الفرد مهندس حاسوب مثلا، حتى ينتقل بعد ذلك إلى العالم المهني والممارسة وما إلى ذلك. فعلينا أن نفهم ما الذي يكون، ما هي المكونات التي يجب أن نضعها في الفرد ونكونها في الفرد حتى يصبح مثلا مهندس حاسوب متكامل. وممكن يعني الإجابة على هذا السؤال ترجع إلى أهمية يعني تحديث نظرتنا لهذا المكون، لهذه المكونات. فمثلا أنا لما بدأت النظر في هذا السؤال، يعني رجعت مباشرة إلى مجموعة من الجمعيات المهنية المعروفة في هذا المجال، والتي تقوم باستطلاعات وتقوم بمشاورات مع خبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، حتى تخلق صورة لكيفية يعني الكيفية التي يجب أن تكون عليها التكوين أو التدريس حتى نكون أفراد في هذا المجال. هناك تقريرات عديدة تلخص هذا الشيء، ويعتمد عليها الجامعات. نحن مثلا نعتمد على في جامعة بريستول نعتمد على مثل هذه التقريرات، حتى أن كل سنة نحدث وننظر في ماذا نقدم وكيف نكون الطلبة، ونحاول أن نواكب ما يجب أن يكون. وأحد التطورات المهمة اللي ممكن أن نلاحظها في التكوين في مقررات التدريس، هو مرة أخرى أهمية عدم الاكتفاء بالجوانب التقنية في الاختصاصات التقنية هذه. لما نكون شخص في هندسة الحاسوب أو في الفيزياء أو ما إلى ذلك، علينا أن ننظر إلى الجوانب الأخرى التي تكون الفرد. أوكي، خصوصا وقعة ما يفعل، يعني نكونه بحيث يكون conscious aware أو واعي بمكانة ما يملكه من مهارات ووقعتها على المجتمع. بالنسبة لعلوم الحاسوب، هنا تأتي أهمية مجال التفاعل الإنساني الحاسوبي، لأنه مجال تطبيقي أساسا، والهدف منه هو إيجاد وقعة وأثر على المجتمع وتحسينه من جميع جوانبه. وكذلك هناك الجانب الأخلاقي للمهنة المعينة والممارسة المعينة. ومرة أخرى في علوم الحاسوب أو في مجال نحن، الجانب الأخلاقي مهم جدا، لأنه ما يخفاش عليك أنه اليوم لو شخص يجيد البرمجة هو قادر على إحداث يعني دامج، يعني يمكن أن يكون خطير جدا كما يمكن أن يكون مفيد جدا، ولكن بدون هذا التكوين أصبح وهذا في الوعي. جيوش إلكترونية يعني متخصصة في هذه الأمور. أي نعم، أكيد ما في شك. دكتور، بعد أن عرفتنا عن مجالات تضمين التكنولوجيا في التعليم، كيف يمكن تضمين هذه التكنولوجيا في نشاطات الحياة الأخرى، سواء الإنسانية منها أو الاجتماعية؟ كيف يمكن تضمين التكنولوجيا في نشاط؟ يعني بعد أن تحدثنا عن مجالات التكنولوجيا في التعليم وكيفية تضمينها في المناهج الدراسية والفائدة منها، كيف تستطيع أن تشرح لنا عن المناحي الأخرى، سواء الإنسانية منها أو الاجتماعية؟ يعني يعني نرجع يكون إلى دراستكم مثلا في موضوع
التطوير بالنسبة للمعاقين أو غيرهم وتحسين جودة حياتهم في الدخول في الحياة الإنسانية والاجتماعية، وهي يعني تجربة ما شاء الله رائدة. أي نعم، نرجع إلى قضية الجوهر الأساسي في منهج التفاعل الإنساني الحاسوبي. قلت لك هي وضع الإنسان في مركز العملية التصميمية والعملية إنتاج التكنولوجيا التفاعلية. فلكي ندمج تكنولوجيا في نشاط إنساني، أولا علينا أن نفهم ما هو ذلك النشاط جيدا، ونفهم ما هي الإشكالات والعقبات التي تواجه الإنسان في القيام بذلك النشاط. فهناك عمل وكأنه عمل تحري أولي نفهم به ذاك السياق جيدا، وبذلك الفهم نخلق نبدأ بفهم أين يمكن للتكنولوجيا أن تساهم في تحسين أو تطوير أو تعزيز ذلك النشاط الإنساني. فالمثال اللي ذكرته، احنا مثلا ننظر في أحد الأبحاث التي لدينا، هي ننظر في كيفية إدماج الأطفال المعاقين في المدارس العادية مثلا. فعندك طفل معاق، سواء عنده مكفوف أو عنده إعاقة من أخرى، وننقله لكي يدرس ويدمج مع الأطفال الآخرين. فهذا السياق علينا أن نفهم ما هي العقبات التي تواجه الطفل، التي تواجه الطفل المعاق، تواجه الأستاذ، تواجه مدير المدرسة، تواجه الأولياء، تواجه التلاميذ الأقران. فنفهم، نأخذ نظرة شاملة لوجهات النظر المختلفة، ونبدأ نحدد الثغرات التي توجد، وكيف للتكنولوجيا أن كيف لي كيف يمكننا أن تلعب نصمم دورا في يعني تسهيل الحياة لأصحاب الحاجات الخاصة، يعني كمثال. واندماجهم في الحياة. أي نعم، هذا كمثال. نظرنا كذلك في إدماج المكفوفين في الميادين المهنية، ولكن هذا لا يعني الإعاقة نفسها، كيفية النظر للإعاقة. يعني ممكن، يعني يمكن أن نقول أن كلنا معاقون، يعني هناك إعاقات تواجه الجميع بحسب السياق. يعني لا يجب أن تكون هناك إعاقة جسدية حتى نقول الإنسان. تقصدون يعني أن التفاعل الإنساني الحاسوبي يتمم يعني كافة العمليات، ربما الإنسان لا يصل إلى الكمال، وربما التفاعل الإنساني الحاسوبي لا يوصله إلى الكمال، ولكنه يتمم كثير من العمليات. نعم، يتمم العمليات، وكذلك يفتح سبل جديدة للقيام بعمليات جديدة. فبفهم السياق وبفهم المشاكل والإشكالات والثغرات الموجودة في عملية معينة، ممكن أن نستعمل التكنولوجيا سواء نحسن من العملية أو نغير منها. وهذا شيء ليس بالجديد، يعني الإنسان منذ القدم يخلق أدوات ويخترع ويبتكر حتى يساعد نفسه. لما لم يصل إلى الثمار في الشجرة، صنع سلم لكي يصل إلى الثمار وما إلى ذلك. الفرق هو أن التكنولوجيا التي نتعامل معها اليوم أقوى بكثير، تكنولوجيا رقمية ذكية، فطريقة غيرت فهمها. وجه العالم بشكل كامل. نعم، غيرت وجه العالم بشكل كامل هذه التكنولوجيا التي نتعامل معها اليوم. يعني نعم، ربما انتقلنا إلى مرحلة جديدة في الحياة، يعني بعد الـ 1980 أصبح وجه جديد، وربما بعد اختراع هذه الأنظمة الذكية أصبح وجه مختلف أيضا، حتى يعني أطور بكثير، وربما في المستقبل سيكون أفضل من ذلك. نعم، هي نعم. تتغير وتتغير بوتيرة سريعة جدا. فيعني بين يعني 20 سنة فقط للوراء، لم نكن نتخيل نعم. طبيعة وأشكال التكنولوجيا التي لدينا اليوم. ولو عددت لك أشياء أخرى، أنا ذكرت أشياء مثل الشموات والأجسام المرنة والإنتجريشن، حتى وهناك المجتمعات التكنولوجية اليوم أصبحت موجودة بكثرة في فضائنا الإلكتروني بسبب تطور التكنولوجيا، والتواصل أصبح أكبر بكثير. دكتور، لو تسمح لنا، وردنا بعض الأسئلة من الجمهور، اخترنا منهم سؤالين. مرحبا. تسأل إحداهن: ما أساسيات التفاعل بين الإنسان والحاسوب؟ ما أساسيات التفاعل بين الإنسان والحاسوب؟ من أين أبدأ؟
يعني ممكن لو نأخذ نموذج التفاعل بصفة عامة، يمكن أن نقول لما أنا أتحاور مع حمزة الآن، فعلي أن أبني نموذجا في ذهني كي أفهم ماذا يعني حمزة عندما يقول شيء معين، ثم علينا أن أفهم اللغة التي يستعملها، علينا أن أفهم كذلك الـ intentions، نية في حمزة في ماذا يقصد عندما يقول كذا وكذا. فممكن أن نستعمل هذا النموذج ونسقطه على التفاعل مع الحاسوب، ومع أن التفاعل مع الحاسوب هو اسم تاريخي، لأن الحاسوب اليوم ما هو الحاسوب؟ الإنسان النشطي الآن، لو أعدد لك كم من حاسوب لدي، داير بي الآن فقط هناك حوالي 4 أو 5 حاسوب، فشكل الحاسوب هذا لا يجب أن نعتبره فقط هذا الشاشة والشيء الذي يقابلنا. أوكي، فيمكن اعتبار يعني نموذج التفاعل ولا أساسيات التفاعل بين الإنسان والحاسوب هي هذا التبادل في النماذج لفهم نموذج معين، النموذج المعرفي للإنسان، كيف للحاسوب أن يفهم ذلك فيستشعر مثلا كيف أتكلم، شعوري، سياقي، وضعي، ما إلى ذلك. ونفس الشيء بالنسبة للإنسان، أفهم ماذا يقصد الحاسوب وأبني نموذجا للعملية التفاعلية. فهناك كأنه تقابل لنماذج هكذا، علينا أن نوافق بينها. عندما نوافق بينها بقدر معين تصبح العملية التفاعلية ناجحة. فممكن أن نقول هذا. لو انتقلنا إلى السؤال الثاني الذي ورد من الجمهور، هل الحساسات السينسورز هي عادة الجزء المسؤول عن التواصل بين الإنسان والحاسوب، وهل يمكن الحديث عن أهم أنواعها بشكل مختصر؟ اليوم أصبحت مهمة جدا، لكن كذلك علينا أن نحدد ما يعني بالاستشعارات والحساسات هذه. فيمكن اعتبار مثلا أني أحرك الفأرة هكذا، هذه طريقة للاستشعار. نحن نختزل هذه الأمور أو نجردها في الانبوت والاوتبوت. فما هي السبل التي يمكن أن يستعملها الحاسوب أو التكنولوجيا التفاعلية لالتقاط معلومات وبيانات حول ما أريد أن أقوم به؟ فيمكن هذه أن تكون أدوات استشعارية مثلاً، أو بالعكس. طب دكتور، لنعود لسياق أسئلتنا. هذا سؤال اقتصادي، وهو من اختصاصي الجامعي، فأنا أحب أن أعرج على هذه الأسئلة. طبعاً هو السؤال من أعداد المعدة معنا، الأستاذة ريتاج، بارك الله بها. الناس اليوم أصبح لديها خوف كبير من الابتكارات الجديدة. هذا الخوف يعني نابع من أن تحل تكنولوجيا محلها في لقمة عيشها. فهل يمكن للتفاعل الإنساني التكنولوجي أن يقدم حلولا للمشكلات الاقتصادية، وكيف ذلك؟ يبدو أن هناك شقين في سؤالك، سؤال الأتمتة وسؤال الحلول الاقتصادية عامة. لما يحل الإنسان محل، يعني تحل التكنولوجيا محل الإنسان وتأخذ عمله، هذا إشكال قائم، وهو في وتيرة متزايدة جدا قضية الأتمتة هذه. هناك العديد من مجالات العمل التي ستنتقل من الإنسان إلى التكنولوجيا، بدأت منذ مدة وستواصل في هذا المجال. هذه مشكلة يعني كبيرة جدا، خصوصا في بلداننا نحن، في البلدان العربية، في البلدان الإسلامية الغير متقدمة بين قوسين، لأنه لا يوجد بديل. لما نحضر تكنولوجيا تساعدنا في الزراعة مثلا، فلا يوجد بديل لماذا يفعل الفلاح مثلا بعد ذلك. ولكن في مجتمعات أخرى ممكن الطريقة التي نواجه بها الأتمتة عادة تكمن في تخيل سبل أخرى للعمل ولكسب العيش. فنحن هناك ستخلق
مهن جديدة جدا، ممكن لا ندري ما ستكون عندما تكتسح تكنولوجيا المجال المهني وتواصل الأتمتة في أخذ يعني مكان الإنسان. ولكن الإشكالية أصعب بالنسبة للبلدان الأخرى، وهذه من الإشكاليات يعني يصعب الإجابة عليها. وهذا أحد الأسباب التي علينا يعني أن نبدأ في بحث في فهم تركيبة مجتمعاتنا في تفاعلها مع التكنولوجيا، حتى نبدأ في التفكير في ما هو البديل بالنسبة لنا، وكيف يكون في تناغم مع هذا مثل هذه أنواع التكنولوجيا، وماذا يعني بالنسبة لنا هذا البديل المهني والبديل في كسب الرزق وما إلى ذلك. فلحد الآن مجتمعاتنا لازالت في موضع المتفرج وتنظر لما يحدث للغير، وإسقاط ما يحدث للغير علينا نكون يعني guaranteed كما يقولوا، لا مفيش راحت الكلمة guarantee يعني أنه الإسقاط يكون ناجح. نعم. بالنسبة لهذه التجربة التي ذكرتها، هل يمكن أن يكون من الحلول إضافة لدراسة وضع يعني المجتمعاتنا العربية تقديم الوعي، يعني مثلاً إحلال مثلاً المزارع مثل ما ذكرت أنت، ممكن يتدرب ابنه يعني على موضوع استخدام هذه الآلة التكنولوجية فيحل محل، يعني هي الآلة طبعاً دائماً تحتاج إلى برمجة وهذه الأمور، فهل هذا يمكن أن يكون حلاً، يعني خلق وظيفة من شكل التكنولوجيا القادمة؟ أي نعم، ولكن الحل يمكن أن يكون هذا نوع من أنواع نعم هذا الإشكال، ولكن لن نعرف ولن ندري ما دام لم نبدأ في عملية البحثية في هذا المجال. فعلينا أن نبدأ وأن نبتكر وأن نبحث وندرس هذا الواقع وهذه الأفكار التي تأتي من المزارعين نفسهم مثلا، حتى نبدأ في ابتكار تكنولوجيا تساعد على حل مثل هذه الإشكاليات. دكتور، ما هي العلاقة بين التفاعل الإنساني التكنولوجي والمبيعات؟ والمبيعات؟ نعم. علاقة وطيدة في الحقيقة. هي لو نأخذ، احنا حضرنا في بداية الحديث قلنا أن المجال عنده جانب أكاديمي وعنده جانب مهني. في الجانب المهني نتحدث عادة على تصميم تجربة المستخدم مثلا، وعندها نفس الطابع، قضية وضع الإنسان في جوهر ومركز التصميم التكنولوجيا. الفرق الوحيد هو أنه بالنسبة للممارسة هو وضع المشتري أو الشخص الذي سيشتري المنتوج في قلب تصميم المنتوج، نعم، وفي قلب التجربة التي يأخذها مع المنتوج، ليس فقط في تعامله مع الهاتف مثلا، بل حتى في ذهابه للمتجر وكيف ما هي التجربة التي يأخذها لاقتناء الشيء ثم لفتحه ثم للتعامل معه وما إلى ذلك. فهناك تصميم للتجربة متكامل يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من يعني التجربة في سياقاتها الواسعة، وعندما نقوم بذلك فأكيد سننتج منتوج مش أقوله يجلب ويجذب المشتري لاقتنائه وللاعتياد عليه ولاقتنائه يعني اشترائه واستعماله مرة ومرة. احتياجاته يعني بشكل عام. وهو ما فيش تلبية الاحتياجات فقط الوظيفية، هناك تلبية، هناك وكأنه قيمة مضافة، وكأنها حتى تصل إلى قيمة لذية. تصل خلق حاجة يعني تقصدون دكتور؟ أقصد أن الحاجة لا تختزل في استخدام المنتوج، بل حتى في أنه لما تستخدم المنتوج أنك تحس روحك أحسن مثلا، right؟ أنه تحس وكأنه في إضافة لشخصك، right؟ نعم. فالمنتوجات اليوم تصمم على هذا، ليست فقط الوظيفة التي يعني المنتوج، بل هي الإضافة لشخصك. فهذا أول النقاط، التقاطع بين التفاعل الإنساني الحاسوبي أو تصميم تجربة المستخدم والمبيعات، لأنها لما الأشياء التي تباع لما تصمم
وهي تأخذ بعين الاعتبار هذه التجربة المتكاملة للإنسان، فتصبح كأنها شيء يجب عليه أن يحصل عليه. وفي هذا، وهذا يعني هذا سلاح ذو حدين في الحقيقة، ولكن لن نتطرق لهذا الموضوع. من جهة أخرى هناك، نعم، وكأنك راح تفضل تقول، تفضل. من جهة أخرى لا لا هناك أنا معك. هناك يعني تقاطع بين ال بين مجال تفاعل الإنسان الحاسوبي والتسويق نفسه، كمجال يعني التسويق الحديث الآن يعتمد على تقنيات كثيرة في مجال تفاعل الإنسان الحاسوبي، مثلا خصوصا فيما يخص هذه اقتناء الأشياء عبر الإنترنت أو عبر المواقع وما إلى ذلك. هناك دراسات عديدة لسلوك الإنسان، أين ينظر، ما الذي يجذبه وما إلى ذلك، تساهم في فهم كيف نؤثر، للأسف تأثير عادة يكون إيجابي وسلبي، كيف نؤثر ونغير من سلوك الإنسان حتى نجذبه لمنتوج معين. هناك تقنيات أخرى مثلا تستخدم، إحنا منذ شهر تقريبا كان عندنا أحد الضيوف اللي استقبلناهم في المخبر، جاءوا ليلقوا محاضرة علينا، والعمل تاعهم أساسا في مجال تفاعل الإنسان الحاسوبي ينظر في كيفية استخدام ما يعرف بالواقع المعزز عند لمساعدة الأفراد عند اقتناء الأشياء داخل المتاجر، فتدخل داخل المتجر وتستعمل الهاتف تاعك حتى يعني تسقط الصورة على نفسك، فتنظر إلى المنتوج كيف يظهر عليك وما إلى ذلك. فهناك استخدامات وتقنيات تصب مباشرة في طريقة التسويق. فهناك إذن طريقتين على الأقل يتقاطع فيها التفاعل الإنساني الحاسوبي مع المبيعات، من ناحية الإنتاج نفسه أو العملية التي يتم من خلالها تصميم المنتوج لتأخذ من الاعتبار التجربة بشكل متكامل، ثم إلى تقنيات أخرى عندها علاقة بالتسويق، سواء في كيفية وضع الإعلانات وما إلى ذلك، كيفية تصميمها بحيث تغير من سلوك الإنسان، أو حتى في كيفية اقتناء الأشياء نفسها. أمازون مثلا الآن غيرت من تجربة الاقتناء، والآن ليس الآن لأنه في حجر صحي، ولكن عندها متاجر صممتها بطريقة بحيث أنت تدخل و ما في شيء، في أنك تأخذ الأشياء فقط وتخرج من المتجر، وكل شيء يحدث في الباك جراوند في الخلفية. هناك تجربة مبيعية خلقتها أمازون، وهي فريدة من نوعها من هذا الجانب، والناس تذهب للاقتناء من أمازون حتى تستمتع بتلك التجربة أكثر، يعني هذا يساهم في المبيعات كذلك. نشكركم كثيرا دكتور على ما أمتعتمونا به والله من إجابات يعني ومن فائدة عظيمة، حتى أني لاحظت أنكم ترسخون فكرة التفاعل الإنساني الحاسوبي ليس فقط في هذه الفكرة بل في سلوككم أيضا بما خلقتموه من تفاعل إنساني إنساني بيننا وبينكم وبين المشاهدين. ختاما دكتور، من خبرتكم الكبيرة وبصمتكم، هل تحبون أن تضيفوا أو تعطوا كلمتين للشباب العربي الطامحين في وضع بصمة في هذا المجال؟ والله يعني أنا من أهدافي الشيء اللي أصبو إليه أنه هذا المجال يعرف أكثر في مجتمعاتنا العربية، وأن يطور ويعزز ويدخل المنظومات الجامعية والتدريسية والمهنية أكثر. فأنا أحاول بمجهودات متواضعة أن أساهم في هذه القضية، وفي الحقيقة لقاءات مثل هذه تساعد كثيرا، فأنا ممتن جدا لشبكة عمران أنه في فرصة نتكلم على هذا المجال ولو قليلا. ولكن يعني شيء آخر، أنه هناك يعني رغم أن هذا المجال غير موجود مثلا في كثير من الجامعات ما إلى ذلك، إلا أن هناك يعني الكثير متاح على الإنترنت لتكوين الأشخاص لكي يكونوا نفسهم ويزيدوا من وعيهم بهذا المجال، أو حتى يخلقوا عمل وشغل لنفسهم، يطور مهاراته في هذا المجال، ويمكن أنه نفسه يخلق شركات مبتدئة ناشئة في هذا المجال، ابتداء من التكوين الشخصي
عبر ما هو متاح في هذا المجال. من ناحية التدريس والبحث وما إلى ذلك، فأنا شخصيا عادة موجود وأفرح جدا بتواصل الناس معي، من يريد أن يتواصل ويعرف المزيد أو يخلق مجال للتعاون أو التفاعل، خصوصا من الأساتذة والباحثين والطلبة، فمرحبا بالجميع. نشكر تواجدكم معنا مرة أخرى دكتور، لكم كل الشكر، محاضرة رائعة صراحة استمتعنا بها كثيرا، ونشكر تواجد جمهورنا الكريم معنا، وإلى حلقة جديدة إن شاء الله من حلقات المؤشر. بارك الله فيكم والسلام عليكم. لا تنسوا تعبئة الاستمارة أصدقائي لنعطيكم شهادة في الحضور. السلام عليكم. وعليكم.